الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا معلم ومتزوج ولدي طفلة، إلا أن راتبي يتأخر علي قليلا وقد تكالبت علي بعض الظروف، فهل يحق لي أن أخذ من زكاة أخي؟ الحمد لله، لا أرى لك أن تأخذ شيئا من الزكاة إذا كان لك راتب معين، وهذا الراتب يكفيك ويكفي زوجتك وأولادك ويغطي حاجاتك، فلا أرى أنك من أهل الزكاة، وتأخره لا يدخلك في وصف الفقراء والمساكين، وإنما لك أن تقترض، اقترض وسدد، اقترض من بعض الإخوة الطيبين ممن يعني تعرفهم، واستوفي هذه الحاجات المعينة ثم سدد هذا القرض من راتبك الذي سينزل إن شاء الله. وأما أن تكون من أهل الزكاة لمجرد وجود الحاجة في بعض الشهر مع أن لك راتبا يكفيك ويغطي حاجاتك، فلا أرى ذلك والله أعلم، وإنما تقترض وتوفي من الراتب إذا نزل بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يفرج عنا وعنكم، والله أعلم.